الخطبة بتاعت منى، حضرت من كسر الجيش. أنا زعت جزء كبير منها هنا من كسر الجيش لأنه صمام أمان، وقلت والله لو كسر الجيش وقلت مش هتناموا أمينين في بيوتكم في أوضة نومكم، مش هتقدروا تناموا في أوضة نومكم. وحضرت قلت إن اتكسرت الشرطة وأن هناك محاولات للضلع الثالث وهو القضاء، وهذا استهداف لمصر. هذه الكلمة أثارت البعض، يعني أحد الدعاة وجه لحضرتك رسالة، قال فاضل كيل واتهم حضرتك بمغازلة المجلس العسكري وأن لك دور في الدولة مثلما كان لك دور مع النظام السابق. مبررات حضرتك للإحساس بالخوف والخطر الأول؟ نعم، أولا أقول وعند الله تجتمع الخصوم، بداية وعند الله تجتمع الخصوم، وأنا لا أكافئ أبدا من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وما عهد عني قط أنني أسأت لأحد من إخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الأدب والصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم أنا أجدد القسم بالله تبارك وتعالى أنه لو كسر الجيش ما أمن أحد في مصر على نفسه. أنا أسأل أي عاقل الآن، ألا يخشى أي مصري الآن في هذه المرحلة على نفسه؟ أنا أسألك أسخير، كلنا خايفين. هل يعيش مصري على أرض مصر لا يشعر بالقلق، لا يشعر بالخوف؟ سيدي وأنا جاي مجموعة خانقوا قرروا يقفلوا الشارع بمزاجهم، أغلقوا الشارع علينا، وقفونا ساعة علشان نعرف نمشي بلا سبب. أنا أؤكد على هذه الحقائق، وأنا بداية أشهد الله أنني لا أعمل لمنصب سياسي ولا أعمل لكرسي، ولن أكون ما حييت من أصحاب الكراسي على الإطلاق، لا الدينية ولا السياسية. وأنا مش عاوز أبقى لواء في المجلس العسكري لأولئك الذين يتهمون الناس بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أنا أراقب الله عز وجل في كلمتي، أقول بلدنا الآن لمن يعيشون في البلد وهم يعلمون ذلك علم اليقين، لا يشعر الآن أحد بالأمن وبالأمان، ويشعر بالخوف على نفسه، لا يقول لا أقول على أولاده، بل يشعر بالخوف على نفسه. وعندنا من الأمثلة الكثير، وأنا لا أريد أن أصيب الناس بالخوف وبالقلق، لكن هذا واقع. حدث انفلات أمني في مصر بعد كسر الشرطة لا يستطيع منصف عاقل أن يجهله أو أن يتجاهله أو أن ينكره. بقي الجيش، وأرجو أن يفرق الجميع بين الجيش، بين هذه المؤسسة الوطنية المحترمة المقدرة، وبين المجلس العسكري الذي يحكم البلاد الآن. هم يردون على حضرتك بده، بيقول لك احنا بنختلف مع المجلس العسكري في إدارته للبلاد، ليس مع الجيش. بس هذا ما أريد أن أوصله، وهذا ما أؤكده، فرق بين هذه المؤسسة العسكرية المحترمة وبين أن يختلف من يختلف مع المجلس العسكري باعتبار سلطة تقود البلاد في هذه المرحلة، له أن يختلف معه وله أن يبين ما يريده من وجهة نظري بأدب واحترام وتقدير، لا حرج في ذلك على الإطلاق. أنا لا أقول بألوهية أحد ولا أقول بالحق المطلق لأي أحد على الإطلاق، إنما أنا أتحدث عن هذه المؤسسة العسكرية المقدرة والمحترمة التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا في نجاح هذه الثورة. ولو خان هذا الجيش، وأنا كررت هذا ولا زلت أكرره، لكانت مصر الآن غارقة في بحور الدماء وأكوام الأشلاء، والدليل على ذلك ما يجري إلى هذه اللحظة على أرض سوريا وعلى أرض اليمن وغيرها من دول المسلمين. فأنا أحذر ولا زلت أحذر وأعلن ذلك مرارا، وأخاطب الصادقين المخلصين المنصفين في بلدنا أن يحافظوا على هذه المؤسسة، ولينصحوا للمؤسسة العسكرية الممثلة في المجلس العسكري، ولينتقدوه بأدب واحترام، هذا لا حرج فيه على الإطلاق، لأنها قدر الله لهذا المجلس أن يحكم مصر في هذه المرحلة. فليبين ما يراه كل أحد خطأ في جانب من جوانب هذه السياسة العامة، فليبين هذا الجانب بحكمة وأدب، لأن مصر لا تحتمل التصادم في هذه المرحلة. أما المؤسسة العسكرية المقدرة المحترمة وهي الجيش، كسرها سيصيب البلد بفوضى لا يعلم خطرها إلا الله، لازلت أؤكد هذا وسأظل أؤكد هذا، ورب الكعبة أنا لا أقصد بقول هذا إلا وجه ربي سبحانه وتعالى. وأتصور أن أي مسلم أو أي وطني منصف يعيش على أرض مصر يعلم خطورة ما أقوله الآن. الآن أنا لا آمن على أولادي وهم يخرجون إلى المدارس، وكذلك أي مصري، بل وقد لا تأمن أنت على نفسك وأنت في طريقك إلى الاستوديو أن تثبت في وضح النهار بالآلي. أنا جاهز، مجهز نفسي.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن هذا واقع لا ينبغي أن يماري فيه أحد. فأنا أقول يا جماعة حافظوا على يعني ينبغي أن تستعيد الشرطة ثقتها وأن ترجع الشرطة إلى الشارع مرة أخرى للقضاء على هذا الانفلات الأمني. وينبغي أن نحافظ على الجيش وألا نكسر الجيش المؤسسة العسكرية من إخواننا وأبنائنا الذين يقفون الآن في الشوارع والطرقات. ولا ينبغي أن يكون مكانهم هذا, وإنما يجب أن يعودوا إلى حدودهم وإلى ثغراتهم. وأنت تعلم أن حدودنا مهددة. فأنا أريد أن يعجل المجلس العسكري باعتباره السلطة الحاكمة الآن أن يعجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية ليعود الجيش إلى وظيفته. الجيش ما كان أبدا موجودا للسياسة وموجودا للحكم, وإنما موجود لتأمين بلادنا من الداخل والخارج. فأرجو أن يعجل المجلس العسكري بهذه الانتخابات في مواعيدها, وأن تتم المسألة في أقرب وقت ممكن لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من الشعب بحرية كاملة بلا تزوير ولا تضليل. بل ودعني أناشد الآن من هذا المنبر, وهذه يعني أنا يعني عازم على تفعيلها في الأيام المقبلة, وأرجو أن تساعدني في ذلك, أن تشكل لجان شعبية أو بأي مسمى من المسميات لحفظ اللجان الانتخابية في المرحلة المقبلة. تشكل هذه اللجان من شبابنا وأولادنا في كل حي وفي كل منطقة لمنع البلطجية من تعطيل الانتخابات. لأنني أتساءل لماذا تثار المشاكل الآن قبل الانتخابات بأيام قليلة؟ هل يراد تعطيل الانتخابات حتى تظل مصر في دوامة لا أعلم خطرها إلا الله؟ أنا أطالب المجلس العسكري الآن بتعجيل العملية الانتخابية وبإجرائها في أوقاتها, وبأن تسلم السلطة في أقرب وقت ممكن لسلطة مدنية مختارة من الشعب المصري العبقري الذكي, وأن يختار بعد ذلك رئيس الجمهورية, وأن يعود الجيش كله بما فيه المجلس العسكري إلى وظيفته الرئيسية لتأمين حدودنا ولتأمين أرضنا في الداخل والخارج. ألا تتفق حضرتك مع بعض الذين يطالبون بترشيح عسكري لرئاسة مصر؟ لا كفانا ذلك. نعم. يعني مصر تحتاج إلى رجل مسلم عاقل يحكم هذا البلد بالعدل والحق. بالعدل والحق. أنا يعني بعض الأصوات الآن تتعالى وتقول مصر لا يصلحها إلا الصوت والكرباك. نعم. أصوات كثيرة تتعالى الآن وأنا أقول لا. لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى عمر بن عبد العزيز وقال له يا أمير المؤمنين أستأذنك في استخدام السيف والصوت مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. فقال له عمر كذبت, بل يصلحهم العدل والحق, فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأنا أقول مصر لا يصلحها إلا دين ربها, إلا دين ربنا, إلا دين نبينا. أنا أعجب لماذا جربت الأمة كل المناهج, لماذا لا تقدم مرة على كتاب ربه وعلى سنة نبيه الذي ما أنزله إلا ليسعد به البشرية كلها في الدنيا قبل الآخرة. ألا تلاحظ أن البشرية كلها الآن تهذي كالسكران وتئن من الألم وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تبحث عن أي شيء, وفي الحقيقة تملك كل شيء من أمور الدنيا, لكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. الحياة البشرية أخي خير من خلق الله, الحياة البشرية كلها من خلق الله, ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله, ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد سيدنا رسول الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنت ترى البشرية الآن تتعثر حتى في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الأخلاقي, والأزمة في أوروبا بل وفي أمريكا خير دليل على أن البشرية كلها الآن في أمس الحاجة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تقبل أمة محمد على شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة في التنفيذ, النماذج التي قدمت باسم هذا هو الخلل, وهذا ما ذكرته في أول لقاء مع حضرتك. نعم. أنه لا ينبغي أن يحكم على المنهج الرباني والنبوي من خلال أخطاء بعض المنتسبين إلى هذا المنهج. لا ينبغي أن يحمل خطأ محمد حسان للقرآن وللسنة, وإنما يبقى خطأ محمد حسان وخطأ الأستاذ خيري في حدوده الشخصية, ولا يحمل على كتاب ربنا ولا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أنا لا ينبغي أن أقدم الآن نموذجا موجودا للنموذج الإسلامي الذي تطمح إليه الأمة الآن. نحن نريد حاكما يحكم بلدنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا بالحق والعدل الذي يضمن حقوق المسلمين وحقوق غير المسلمين ممن يعيشون بين أظهر المسلمين. حضرتك هتنزل مليونية يوم الجمعة؟ لا, أنا لا أريد في هذه المرحلة الحقيقة يعني هذه المليونيات, أنا لا أريدها على الإطلاق.
ولا أريد في الوقت ذاته أن يصادم الدكتور علي السلمي إرادة الناس ومشاعر الناس بهذه الوثيقة الآن، فأنا ذكرت لحضرتك أن توقيتها من وجهة نظري ليس موفقا على الإطلاق، بغض النظر عن مناقشة بنود هذه الوثيقة. نعم. مصر في مرحلة حرجة، أنا أتعجب حقيقة، كلما بدأت الأمور، لا أقول هدأت، بدأت الأمور في طريق إلى الهدوء، تخرج علينا قنبلة فكرية أو قنبلة سياسية لتمزيق الصف الذي بدأ يلتئم إلى حد ما، لا أقول بالكلية. نعم. لماذا هذا الآن؟ فأنا يعني أنا أرى ألا يعني تكثر هذه المليونيات في مرحلة تصاب بلدنا فيها بالشلل الكلي. في الوقت ذاته أطالب الدكتور علي السلم وأطالب المجلس العسكري بإلغاء هذه الوثيقة الآن، أو على الأقل بأن تكون وثيقة استرشادية، بأن تكون وثيقة، هذا الكلام هو الذي يعني طرح اليوم، يعني هذا الذي طرح اليوم. نعم. لا حرج على الإطلاق أن تكون وثيقة استرشادية للجنة التي ستختار من المجلس الشعبي، وليست ملزمة وليست فوق الدستور أو ليست يعني فوق اختيار. لكن حضرتك مش شايف ان من المناسب في حالة الاختلاف او الرفض ان يكون البديل هو المليونية؟ انا لا اقبل هذا ولا ارضى بهذا ولا انادي بهذا ولا اقول هذا، واطالب اخواننا ايضا ان يعني يتريثوا، واطالب الدكتور علي السلمي والحكومة والمجلس العسكري بسحب هذه الوثيقة، او على الاقل تطرى على انها وثيقة استرشادية، ويجلس الجميع لمناقشة بنود هذه الوثيقة، وليختلف الجميع فيما يختلفون فيه، وليصلوا في النهاية الى صيغة مشتركة لصالح دين الله ثم لصالح هذا البلد في هذه المرحلة الحرجة. هل لحضرتك علاقة بحزب النور السلفي؟ أنا لا أنتمي لأي حزب. نعم. وأنا أكدت هذا مرارا وتكرار، لا أنتمي لأي حزب سياسي، سواء كان حزب سلفي أو غير حزب سلفي. أنا رجل دعوة ولست رجل دولة، وسأبقى بإذن الله تعالى خادما للدعوة وخادما للدين، لكن في الوقت ذاته أنا أدعم كل إخواننا الذين يعملون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ثم لصالح هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا جميعا. هل كنت حضرتك شايف أن أتباع المنهج السلفي ليس عليهم الانخراط في العالم السياسي والتفرغ للدعوة؟ لا، أنا يعني اتفقنا جميعا نحن يعني المشايخ أن يبقى العلماء وأن يبقى الدعاة من رموز المنهج السلفي بعيدين عن الانخراط في العمل السياسي بمفهومه المعاصر يعني، وأن يبقى الجميع بفضل الله تبارك وتعالى منشغلا بالدعوة إلى الله بالحكمة والرحمة، ولا مانع على الإطلاق عندنا جميعا من أن يشارك بعض إخواننا في هذا العمل من باب تقديم السياسة الشرعية المنضبطة لكتاب الله. هل في دعم للأحزاب السياسية دي؟ لو زي حزب النور الأحزاب اللي بتنتمي إلى السلفية، هل ستجد دعما من علماء السلفية؟ نعم. نعم. أعلنها صريحة، نعم، ندعم إخواننا جميعا الذين يعملون سواء كانوا ينضمون إلى الأحزاب السلفية أو حتى الإخوان أو حتى من غير ذلك، حتى الجماعة الإسلامية، حتى الجماعة الإسلامية ندعم. نعم. الأصلح وندعم الأكفأ، وهذا الكلام أرجو أن يكون واضحا. نعم. يعني